السلام عليكم وأهلا بكم إلى زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن اعتراض الحكومة الشرعية على الاتفاقية المبرمة بين الميليشيا والأمم المتحدة بخصوص إطلاق جسر جوي إنساني من صنعاء إلى الخارج وأسباب الرفض. أعلنت الحكومة رفضها لاعتراف باتفاقية الجسر الجوي الطبي الموقعة بين الأمم المتحدة وميليشيات الحوثي في صنعاء. وقال وكيل وزارة الخارجية منصور بجاش لدى لقائه بالمنسقة الأممية ليز جراندي إن الحكومة تستنكر التوقيع على مذكرة تفاهم مع الحوثيين حول تشغيل الجسر الجوي الطبي للمرضى. وأضاف بجاش إن ذلك يتعارض مع التزامات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، وسينعكس سلبا على طبيعة العلاقات بين الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هي الأسباب والمبررات وراء رفض الحكومة الشرعية للاتفاقيات المبرمة بين الميليشيا والحكومة الشرعية؟ وهل يؤثر هذا الرفض على سريان الاتفاق وإنجازه؟ قبل النقاش نتابع التقرير. اعتراض حكومي جديد على أداء الأمم المتحدة في اليمن، حيث أبدت الحكومة انزعاجها من استمرار تعامل المنظمات الأممية مع ميليشيا الانقلاب، واستنكرت توقيع مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة مذكرة تفاهم مع تلك الميليشيا بخصوص تشغيل جسر جوي طبي من صنعاء. الاعتراض الحكومي على تشغيل الجسر الطبي تم خلال لقاء جمع وكيل وزارة الخارجية منصور بجاش بمنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا جراندي. أكدت فيه الحكومة أن توقيع مذكرات تفاهم مع ميليشيا الحوثي يتعارض مع التزامات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، محذرة تلك المنظمات من الخضوع لابتزاز الحوثي بحجة تواجدها في صنعاء. وقد أبدت الحكومة في الوقت ذاته استعداد الشرعية إنجاح تسيير الجسر الطبي، ولكن من خلال التفاهم معها وليس مع الميليشيا في صنعاء. كانت مذكرة أممية قد أشارت إلى إطلاق منسقة الشؤون الإنسانية ما أسمته مذكرة تفاهم شفوية مع السلطات في صنعاء، لكن المنسقة الأممية نفت خلال لقائها بالحكومة توقيع اتفاقية الجسر الطبي مع الحوثي، موضحة أن الاتفاقات لن توقع إلا مع الشرعية، مجددة التزامها بالقرارات الدولية. ياتي اعتراض الشرعية على التفاهم الأممي بخصوص الجسر الطبي بعد أيام من انتقاد وزير الخارجية خالد اليماني لطريقة أداء المبعوث الأممي مع ميليشيا الحوثي بخصوص مباحثات جنيف الثالثة. واعتبرت الشرعية أن الأداء الحالي للأمم المتحدة قد ينعكس سلبا على العلاقات بين اليمن والمنظمات الدولية. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي في هذه الحلقة. سيكون معنا من تعز الدكتور فيصل الحذيفي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة. مساء الخير دكتور فيصل. مرحبا بك يا الكريم. أهلا بك دكتور. في البداية، دلالات هذا الاتفاق المباشر من قبل الأمم المتحدة مع ميليشيات الحوثي تحت مبرر الحاجة الإنسانية؟ هو اتفاق معهود في ظل وقانون وشرعي في ظل وجود حصار مطبق على اليمن برا وبحرا وجوا، ولا عتب على الأمم المتحدة في هذا الاتفاق، العتب على الحكومة التي سمحت لدول الاتحاد أن تفرض على شعبها حصارا خانقا بريا برا وجوا وبحرا. ولا اعتقد بان اداء الحكومه كان يعني كان سليما لهذا الاعتراض. الاولى بالحكومه انها كانت تطالب بفك الحصار عن اليمن، لان المواطنين اليمنيين اكثر من 80% من السكان يقعون في الخارطه او الجغرافيا التي يسيطر عليها الانقلابي، وهؤلاء البشر لهم احتياجات انسانيه، لهم احتياجات معيشيه، لهم احتياجات مرضيه، لهم احتياجات السفر والسياحه والتجاره. يعني انسانيا الامم المتحده تتصرف وفق القانون، ولكن الحكومه هي التي لم تفهم ما ينبغي عليها من التزامات تجاه شعبها. كان الاولى ان تطالب الامم المتحده وان تطالب مجلس الامن وان تطالب دول التحالف برفع الحصار الجوي والبحري على اليمن كاملا، وان تفرض شروط التفتيش في مطارات وموانئ التي تخضع للشرعيه. لم تفعل ذلك،
وعندما لجأت الأمم المتحدة من منظور إنساني إلى إجراء اتفاق كهذا أصبحت الحكومة والول هنا وهنا. فهو تصرف لا ينتمي إلى الدبلوماسية ولا إلى السياسة. نعم، ولكن دكتور فيصل، نعم، يعني يرفع عن الحصار وليس نشكر لماذا هذا الحصار يعني تم فتحه. نعم دكتور فيصل، معذرة على المقاطعة، لكن كما تعلم مطار سيئون يعمل، مطار عدن يعمل، المنافذ تعمل، إذن ما الذي تقصد بأن الحكومة الشرعية يعني لم تفتح المطارات ولم وتركت المجال للأمم المتحدة لكي تضطر أن توقع اتفاقية مع الميليشيا؟ دعني أسأل الدكتور الكريم وأسألك أنت الآن، كم عدد الشركات للطيران التي تعمل في المطارات التي تخضع المناطق المحررة؟ هي طيران وحيدة، الطيران اليمني وهي طيران هالك والتأمين فيه مرتفع جدا، ويصعب على الإنسان المواطن العادي أن يسافر بضمان وبسلام في هذه المطارات. إلى الآن لم تؤمن الحكومة هذه المناطق المحررة لكي تطالب الأمم المتحدة بعودة السفارات الأجنبية والقنصليات في السفر اليمني، ولم تمهد لعودة شركات الطيران والشركات البحرية، ولم تطالب برفع التأمين الواقع لها شركة النقل حتى تخفف عليهم على ارتفاع الأسعار. يعني ذهبت لتولي بعيدا في أمر هو مخدم. لا ينبغي أن نغضب إذا فتح مطار صنعاء أو مطار تعز أو مطار الحديدة لتفتح هذه المطارات، ولكن عليها أن تفرض شروط التفتيش على هذه المطارات وهذه المواني في مطار عدن وفي الرياض وفي المكلا. هذا هو المنطق، المنطق أن تفتح المطارات والمواني حتى الحديدة بشرط أن تمر السفن والطيران على موانئ خاضعة للشرعية انتخبها للتفتيش من وإلى هذه المناطق. هذا هو الأسلم. أما أنه يساعد دور التحالف العبث في هذه الحرب التي لا نهاية لها، وفي كان من يدفع ضريبة وثمنا باهظا لا نهاية له. الآن الناس بعد ارتفاع الدولار والخصاب والعملة اليمنية أصبح الجميع تحت خط الفقر، بل وصلوا إلى مرحلة الجوع المطبق. لم تفكر هذه الحكومة باحترام ذاتها في إعادة إنعاش الاقتصاد والإصلاح الاقتصادي والاقتصاد من المناطق المحررة لكي يبدأ عجلة التنمية والحفاظ على الأسعار وعلى سعر العملة حتى يشعر الإنسان بأن هناك دولة تستحق التضحية وهناك سلطة شرعية يستحق التشدد بها. الحقيقة مؤلمة جدا. نعم، الحكومة ذهبت بأمور هامشية. طيب الناس الآن ما يضرها فقط هو الاتفاق بين الأمم المتحدة، لم تكن تجرؤ أن تعمل اتفاقية مع سلطات الأمر الواقع بحسب تلخيص الأمم المتحدة إلا عندما رأت أن السلطة الشرعية على الأرض لا تحتمل اتخاذ القرار. نعم، وأن دول التحالف تتهم القرار الدولي. طيب دكتور، ابقى معي ونشرك معنا في الحديث من عدن الباحث السياسي الأستاذ عدنان هاشم، مساء الخير. مرحبا بك. بداية، كيف تقرأ موقف الحكومة الشرعية الرافض لهذه الاتفاقية أستاذ عدنان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد بأن الحكومة مرتب بالبداية من أجل أن تثبت شرعيتها، من أجل أن تضع الحوثيين في الزاوية، من أجل أن تواجه الأمم المتحدة. لكن هذا القرار بالأساس هو يعترف بحق الحوثيين، ويعترف فقط بكون الحوثيين طرف في صراع كبير، وهذا الطرف لديهم مناطق كبيرة خاضعة للسيطرة، يحتاج المرضى الحالات الإنسانية الكبيرة، أمراض القلب، الأمراض الكبيرة التي تسجل عملية جراحية سريعة لنجها. لا، إحدى الحوثيين اتفقوا على فتح مطار صنعاء على هذا الفتح وبين التحالف وبين الحكومة اليمنية. باعتقادي الحكومة اليمنية أن تلتقي بالأمم المتحدة، أن توجه لها أي انتقادات هي لديها، توجه رسالة إلى المجلس الأمن لما تحاول أن تمنع من نقل هؤلاء المرضى، بدل أن يضع الحكومة الوطنية تضع الحوثيين في الزاوية، جعل الأمم المتحدة والحوثيين بوضع الحكومة اليمنية في الزاوية. نعم، الحكومة اليمنية هي ترفض أن يخرج هؤلاء
الناس ان 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 ان, أن يخرج هؤلاء المرضى عن جيرانهم عمليات جراحيه في الخارج، لان هؤلاء المرضى هم في الاصل لا يستطيعون الانتقال الى سيول، مثلا الامراض الذي يحتاج الى عمليات قلب مفتوح من الصعب ان يصل الى سيول او الى عدن دون ان تتضرر حالته المستشفيه ويصبح العمليه الجراحيه التدخل الجراحي عديم الفائده. نعم، ولكن استاذ عدنان، نعم استاذ عدنان كما يقول الدكتور، نعم استاذ عدنان كما يقول الدكتور فيصل الحذيفي بان الاشكاليه في الحكومه الشرعيه التي جعلت الامم المتحده تصل الى هذه النقطه وتوقع اتفاقيه مع ميليشيات الحوثي بسبب اغلاق المطارات وفرض الحصار الجوي والبحري من قبل التحالف العربي او القيود التي فرضت على الموانئ والمطارات اليمنيه من قبل التحالف. بالتأكيد أن هذا هو الصواب. الحكومة اليمنية مثلاً الإدارة الأمم المتحدة أن تتحدث مع الحكومة اليمنية، هل تستطيع أن تقابلها في الأراضي اليمنية؟ الحكومة لا تستطيع في الأراضي اليمنية حتى يتعامل معها المجتمع الدولي كحكومة وطنية، المجتمع الدولي كحكومة منفعة. هذه هي مشكلة رئيسية. يضطرب أن تقوم الحكومة اليمنية بالقيام بمسؤولياتها، لا تتعامل مع الحوثيين الحوثية كأصابع، تتعامل معهم كدولة. دولة تحتوي الجميع، دولة تناضل من أجل حقوق الناس، إخراجهم المرضى فيهم من أجل متابعة حالتهم، من أجل تزويد المرتبات، من أجل حل الإشكاليات العالقة. أما إذا كانت تواجه معوقات من الحوثيين، تقول للناس أن هناك معوقات حدثت، الحوثيون لا يريدون أن يسلموا الإيرادات، الحوثيون لا يريدون أن يفتحوا المطار، الحوثيون قاموا بتنظيم المطار، الحوثيون فجروا الطائرة، تجد لها مبررات أو تقول لها ماذا يحدث. أما أن تقول بأنها لا تريد أن تخرج الناس الجرحى والناس المصابين بالأمراض من مطار صنعاء، فأعتقد أن هذه مصيبة. نعم، طيب دكتور فيصل الحذيفي، لكن كما تعلم الآن هناك تخوفات أيضا من الكثير من اليمنيين بأن ميليشيات الحوثي إذا ما تمت هذه الاتفاقية مع الأمم المتحدة سوف تسخرها فقط لمن هم في صفها أو لجرحاها أو لتنقل عناصرها داخليا وخارجيا فقط، ولن يلمس المواطن أو من ادعت بأن هذا الجسر الجوي سيأتي لخدمة المواطن البسيط سواء للذهاب للعلاج أو للدراسة أو ما شابه ذلك. هذا احتمال وارد، ولكنه لن يطول، لان الامم المتحده ايضا ليست منظمه تحت سيطره الحوثيين. منظمه اممية لها درايه في الوضع اليمني بتفاصيله، وعدد السكان كما قلت لك سابقا 8% اكثر من 20 مليون تقريبا او 18 مليون يقعون في الجغرافيا التي تحت سيطره الحوثيين. كم عدد الجرحى والحالة الإنسانية التي يمكن أن ينتبهون إلى الحوثيين؟ لن يكونوا فقط هم الوحيدين في هذه الطائرات، لكن يوسع الحكومة اليمنية أن تحسن من شروط هذه الاتفاقية ليصبح مطار صنعاء لجميع اليمنيين، هذا إذا أرادت أن تتطرق بدبلوماسية وبلغة قانونية تستحق الاحترام. لماذا ليس فقط مطار صنعاء؟ يفترض حتى أن يخضع مطار من يضمن ذلك دكتور فيصل؟ من يضمن ذلك بأن الميليشيا الحوثية ستلتزم بهذا الكلام من قبل الأمم المتحدة لعمل جسر جوي للناس واستفادة اليمنيين الذي تتحدث عنهم 17 مليون ما يقارب في هذا المناطق التي خاضعة على سيطرة الميليشيا؟ الاتفاقية هي برمت الأمم المتحدة لضرورات إنسانية، والأمم المتحدة كما قلت لك ليس شخصا وإنما منظمة تعمل بمهنية عالية، وإن وجدنا عليها بعض المحاذير فهي ليست من المخارج التي تستدعي مثل هذا التهويل. يعني لا يمكن أن نجعل الأمم المتحدة يعني موظفة لدى الحوثيين، ليس بهذه التفاجة. هناك منظور إنساني إلى الأمم المتحدة أو المنظمة الدولية أو الدول الراعية تنظر للمشهد اليمني بشكل عام، لا تفكر بنفس الخصائص من اطراف اليمنيات بدواعي ذاتيه، هي تفكر بدواعي موضوعيه، هناك اشياء لا تعجبنا من الاداره المتحده مع الحوثيين، والحوثيين يرون الاداره المتحده ايضا تتصرف مع الشرعيه بامور لا تعجبها، لكن الامم المتحده لها منهج ولها مبادئ تشتغل وفقها، والاخطاء التي نراها تكررها معالجتها
يعني هل نستطيع ان نؤكد على ان الامم المتحده يمكن تحول طائرتها الى 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 شحنه السلاح الحوثي؟ يعني نعم. هذا الكلام للاسف كلام غير استفهام. طيب من حيث المبدا دكتور فيصل، نعم تطوير العمل مع الامم المتحده نعم هو الافضل حتى لا يصل الى عقد اتفاق مباشر مع سلطه امر واقع تفادي للجانب الانساني هو سيء جدا للغايه. نعم من حيث المبدأ، هل تتفق مع موقف الحكومة المعارض لهذه الاتفاقية والتخوفات التي تطرحها الحكومة الشرعية من هذا الاتفاق مع الميليشيا؟ دعني أكون صريح معك، هل الحكومة اليمنية تملك قرارا مثل هذا؟ أولا لو كانت تمتلك الحكومة قرارها لكان أداءها على الأرض هو اكثر يعني يسمح لجميع الناس الساكنين في الشمال بالهجره الى الجنوب، هذا اذا كان لها قرار، ولكن لانها لا تمتلك القرار سمحت لدول التحالف الامارات السعوديه ان تصبح هي الحاكمه الفعلي وهي التي تزعزع سلطانها، فلماذا تثبت فقط على اتفاقيه عابره انسانيه مع الحوثيين بينما لا ترى ما تحدثه دول التحالف من اضعاف لها على الارض. للاسف يعني والله امور لا تستحق حتى النقاش. نعم. المواطن في عدم غير امن، المواطن في مالع، في لحد، في ابيان، في شفوة غير امن، في تعز غير امن، متى كان الحكومه قرارا حتى تعترف؟ الى الان القرار مصادر في دول التحالف، دول التحالف التي تعمل. وربما هذا الموقف الحكومي هو لاجل دول التحالف اكثر منه رغبه حكوميه. نعم. طيب استاذ عدنان هاشم، هل تملك الحكومه الشرعيه يعني غير الاعتراض؟ بمعنى اخر هل لديها اوراق ضغط على الامم المتحده قد تفشل هذه الاتفاقيه؟ لا اعتقد ان الحكومه لديها اوراق ضغط، اعتقد ان الامم المتحده تقوم بواجبها، تقوم ب تنفيذ القوانين الخاصة بها في عملية التعامل في كثرة الحروب الأهلية. باعتقادي كان يمكن للحكومة اليمنية أن توجد آلية لمراقبة من يخرج من مطار صنعاء وحول خالق إيجاد آلية مع دول التحالف من أجل يمكن أن نقول قولنا أن يقول الحوثيين يخرجون جرحاهم أو خبراء حزب الله أو حتى الإيران من مطار صنعاء أو أي مطار آخر خاضع لسيطرتهم. لكن أن تمنع الناس من الخروج من أجل العلاج أعتقد أن هذه مصيبة. الشماليون لا يستطيعون السفر الى عدن او الى سيئون، سيعتربهم الحراك الجنوبي، سيعتربهم الميليشيات الماليه دوله الامارات العربيه المتحده، وسيتعرضوا للتقطعات، الحكومه لا تنتهي نظام الامور في المناطق المحرره، لذلك كان يجب ان تسمح الحكومه بهذا المدرسه، وعلى الاقل ان تتغاضى منها لا تقوم بمعارضه، ان تشترط على الامم المتحده ان تكون هناك اليه معينه لمراقبه من يخرج وحول حالتهم الصحيه واين سيتم علاجهم وان يمنع ان ينتقلوا من منطقه العلاج الى منطقه اخرى غير العوده الى اليمن. اعتقد ان ايجاد هذه الاليه هو اهم بكثير من عمليه الاعتراف. عمليه الاعتراف اليمنيه تندد بكل ما يحدث للحوثيين وتعتقد بانه عمليه اعتراف. الحكومه اليمنيه هي تعرض الى بانها تواجه عصابه وتواجه ميليشيا. لا يمكن لاي دوله ولا اي منظمه حتى ايران ان تعترف بجماعه الحوثي كسلطه حتى كسلطه امر واقع. لا يمكن لها ايران ايضا ان تعترف بهم. الحكومه هي تعتقد بان الحوثيين سيسرقون شرعيتها، لا يمكن لاي نعم اي اسقاطها ان تسرق شرعيه حكومه انتخبها من الشعب. يجب ان تتعامل الحكومه بصفتها القانونيه والدستوريه وان تتعامل بصفتها كمعترف بها دوليا وليست عصابه تواجه عصابه اخرى داخل الارض. نعم. وربما جاء هذا على لسان يعني الامم المتحده جوتريس الذي قال بأن هذا لا يعتبر اعترافهم، يعترفون فقط بالحكومة الشرعية وإنما من باب مصالح الناس ووضع إنساني تضطر الأمم المتحدة أحيانا إلى التعامل مع سلطة الأمر الواقع ليس في اليمن فحسب ولكن في العديد من دول العالم. أشكرك الباحث السياسي عدنان هاشم، كنت معنا من عدن، ونشرك معنا في الحديث الأستاذ وليد الأبارة مدير دائرة البحوث والدراسات بوزارة حقوق الإنسان. مساء الخير أستاذ وليد. اهلا مساء الخير. اهلا بك استاذ وليد، برايك لماذا رفضت الحكومه الشرعيه فتح جسر جوي مع بالاتفاقيه التي حدثت بين الامم المتحده وميليشيا الحوثي رغم ان الاتفاقيه مضمونها هو انساني بحت؟
مساء الخير لك ولكل الأخوة المشاهدين. أولا دعني أقول أن السيادة كله لا يتجزأ، وبالتالي الحكومة الشرعية هي المسؤولة والمعبرة عن هذه السيادة. جاء التوقيع بشكل أو بآخر ينتهك من هذه السيادة ويقدم اعتراف مجاني لميليشيات انقلابية لا تعترف لا بالقوانين الداخلية ولا بالقوانين الدولية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى مفاد هذه الاتفاقية نحن ندرك على أنه دائما يتم تمرير الاتفاقيات السيئة الذكر دائما تحت عناوين براقة، وليس هناك من هو أكثر جذبا من مفردة إنسانية، وبالتالي هناك مخاوف أمنية ولوجستية حقيقة من هذا الاتفاق. طيب إذا كان إذا كان الوضع كما تقول أستاذ وليد، إذا لماذا الحكومة الشرعية يعني جعلت الأمم المتحدة تصل إلى هذا المستوى وتوقع اتفاقية مع ميليشيات الحوثي؟ لماذا لم تكن هناك تسهيلات تفتح المطارات بصورة مباشرة في عدن وفي سيئون وفي المكلا، تفتح المنافذ بصورة مباشرة أمام جميع اليمنيين حتى لا تضطر الأمم المتحدة للبحث عن حلول أخرى؟ أولا دعني أقول لك أنه في تقرير لجنة العقوبات الدولية ورد بأن الحوثيين يستخدمون الأسلحة الفائزة بالقتال، أي مضادات الدروع ومضادات الدبابات، وهذه الأسلحة لم تكن ضمن مخزون الجيش اليمني سابقا، وهذه الأسلحة كما قال التقرير يتم تهريبها برا عبر دولة عمان، وبالتالي الحوثيين بالفعل ولم يعد على يخفى على احد بانهم يستخدمون سواء فيما يتعلق بتكنولوجيا القذائف الاستهلاكيه التي يتم اطلاقها وايضا الصواريخ والكثير من الاسلحه المضاده للدروع. استاذ وليد لطفا، نعم استاذ وليد، استاذ وليد يعني نعم. مع هذه الحقائق التي تحدث عنها لا ينكرها احد، ولكن ما علاقه الموضوع؟ هذه مناطق محرره وتحت سيطره الحكومه الشرعيه والتحالف العربي، لماذا لا تفتح المطارات والمنافذ والموانئ بصورة اعتيادية أمام جميع اليمنيين ويتم التعاقد مع العديد من الطيران يعني في العالم من أجل حركة الناس ذهابا وعودة؟ لماذا كل هذا القيود وفوق هذا تريدون منع حتى تحرك الأمم المتحدة لإنقاذ الناس إنسانيا من هم مرضى أو جرحى أو ما شابه ذلك؟ أولا من قال أن الأمم المتحدة تريد أن تنقذ الناس إنسانيا؟ هذا مضمون الاتفاقية، مضمون الاتفاقية مع من؟ مع جماعة إرهابية، جماعة تقتل الناس. هذا اتفاق تحاول بعدين ليست الأمم المتحدة وإنما منسقة إنسانية وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة، وبالتالي هذه الهيئة الإنسانية ظلت منذ بداية الحرب تعمل على العمل مع الحوثيين وتجاوز الحكومة الشرعية فيما يتعلق بالمساعدة الإنسانية، فيما يتعلق بالكثير من الأعمال الإيوائية والإغاثية. طيب ما هو الحل أستاذ وليد؟ ما هو الحل؟ الحل هو أن تعمل الأمم المتحدة بموجب القوانين التي من أجلها وجدت، وهو دعم الحكومات والدول في بسط سيطرتها على كامل أراضيها، ودعم المؤسسات وتبعية القانون، وأيضا دعم هذه الحكومة في تستطيع أن تقوم بمهامها الدستورية والوطنية كما يجب. هذا ما يجب أن تقوم به الأمم المتحدة، والحكومة الشرعية ملتزمة تجاه كل مواطن تساعدها ضد من؟ ضد التحالف العربي الذي أتى لمساندة الشرعية وهو من يفرض هذه القيود ويعني يغلق الموانئ والمطارات ويتحكم بها، أم تدعمه ضد من؟ أولا لا يوجد، دعني أصحح معلوماتك، لا يوجد غلق للموانئ، هذه معلومات غير دقيقة، الموانئ مفتوحة، المساعدات الإنسانية تتدفق والواردات من ميناء الحديدة وميناء الصليف وميناء عدن. من أين لك هذه المعلومات؟ إذا كانت الموانئ مقفلة، من أين تأتي هذه المساعدة الإنسانية؟ التجار يا أستاذ وليد، أستاذ وليد نحن هنا لا نريد الآن يعني من باب المزايدة أو ما شابه ذلك، أنت تعلم أن جميع التجار في عدن
تظل بضائعهم من أشهر وتفرض عليها قيود يعني غير منطقية وغير صحيحة، ويضطر الكثير إلى البحث عن موانئ أخرى، يعني والبعض الآخر تصادر ممتلكاته وتصادر ما يصل له عبر ميناء عدن أو الموانئ الأخرى. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنت تعلم أن الكثير من اليمنيين يعانون يعني أسابيع وربما أشهر حتى يصلوا إلى عدن أو إلى سيئون من أجل السفر، وبعد ذلك أيضا يعني ينتظر أكثر من أسابيع حتى يأتم موعد طيران رحلته. يعني هناك مشاكل كبيرة. أنت الآن تتحدث وكأن الأوضاع في أتم يعني مستتبة وكل شيء على ما يرام، الموانئ مفتوحة وحركة الناس طبيعية، يعني غير منطقي هذا الكلام. وأنت تتحدث وكأننا دائما نعيش حالة طبيعية، نحن في حالة حرب. هناك بعض القشور مثل ما تفضلت وقلت لك، هناك صحيح فيما يتعلق لا يوجد لدينا طيران إلا طيران اليمنية، هذا قدرنا. لا يمكن أن تقبل شركة طيران في العالم أن تعمل في بلد يعيش حالة حرب، وبالتالي لا يوجد إلا طيران رسمي. هذه إمكانيات اليمنية فيما يتعلق بالسفر. فيما يتعلق ببعض القيود، هناك صحيح قد يكون هناك بعض الرتابة البيروقراطية فيما يتعلق بإجراءات التفتيش التابعة للأمم المتحدة أو التي يقوم بها التحالف العربي للتأكد من خلو هذه خلو الشحنات التي تأتي اليمن من الأسلحة أو مواد مسبب الحوثيين، وهذه إجراءات طبيعية. ولكن محاولة الزيادة المزايدة ومحاولة تصويرنا كأن احنا دولة نعيش حالة سلام واستقرار، لا، نحن نعيش حالة حرب. نعم أستاذ وليد، انتهى الوقت. أستاذ وليد انتهى الوقت، ولكن نحن نتحدث الآن عن مناطق محررة يفترض أنها تعيش يعني حالة من الأمن والاستقرار وحركة الناس الطبيعية، الآن 3 سنوات منذ تحريرها. اسمح لي أن أعود للدكتور فيصل الحذافي عودة أخيرة. دكتور فيصل، تعليقك على ما طرحه الأستاذ وليد، ربما يقول هذا البلد تمر في ظروف حرب وهذا الأشياء والقيود هي منطقية أصلا. أنا أريد أن أعطيك معلومات والجمهور الكريم يعرف هذه التفاصيل. معظم المنظمات العاملة في مناطق الحوثيين تشتغل باتفاقيات مباشرة معهم، ولم تثير الحكومة هذا، وكانت المنظمات تدخل معظم المساعدات عن طريق ميناء الحديدة، ولم يجد اعتراض من الحكومة بهذا. تعرف وهي محاصرة وتحت الحرب كانت تأخذ الدعم الإغاثي من المنظمات عبر الحوثيين وليس عبر عدن، وكانت تحتفظ بعض القاطرات وتصادرها هذه الميليشيات لصالحها إلا كمخازن تجارية أو باتجاه الشمال. لم نسمع من الحكومة موقف تجاه هذا. لم تفرض الحكومة سابقا على المنظمة الإغاثية بإدخال جميع مساعداتها النقدية عن طريق البنك المركزي في عدن أو إغاثتها عن طريق عدن. نعم. يعني الحكومة تشتغل بريموت من طرف خفي، ليس لها قرار حتى يبنى على موقف هذا. تصور تعيش 3 سنوات كلما المساعدة الإغاثية لا تأتي من الحديدة وليس من عدن. نعم بالفعل. دكتور فيصل نضيق، انتهى الوقت دكتور. المنظمات الإنسانية أيضا تشتغل بشكل مباشر مع الحوثيين. أشكرك دكتور لأنه انتهى الوقت. شكرا جزيلا لك الدكتور فيصل الحذيفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، كنت معنا من تعز. والشكر أيضا للأستاذ وليد الأبارة مدير دائرة البحوث والدراسات بوزارة حقوق الإنسان، وكذلك للباحث السياسي عدنان هاشم كان معنا من عدن. ختام الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، كما هي لكم مني بشير الحارثي حتى الملتقى في زوايا الحدث. السلام عليكم ورحمة الله.